صورها اونلاين. ايش اللي حصل؟ خلاص قلت لك بروح الغرفة. شكلك زي البطلة، شايفة نفسك هنا. غبية. التنمر هو ليه أشكال كثيرة ويؤثر تأثير قوي على خصوصاً الأطفال. وكيف بيطلعوا هذول الأطفال؟ إيش هذا الكلام في المدرسة؟ جلال دبة. أنت بشعة. يا غبي. مين كان يقولك يا؟ الأستاذ. ولكن إحنا حملتنا مو فقط إن إحنا نبغى نركز على الجانب السلبي، ولكن إحنا كمان بنركز على الجانب الإيجابي. ومثل ما شفتي في التقرير في حلول كثيرة كيف نقدر نساعد وكيف نقدر إن إحنا نحارب هالآفة اللي في المجتمع. بدرية هي بنت عمرها 12 سنة تعاني من التنمر بسبب مظهرها وأصفاد أخرى. كل سبق سمعتوه بحياتكم قالوا لي إياها. يا أمر بعد عيون، يعني إيش أسوي؟ أنا ما أقدر أشوف بدون نظارات، بدون يا غبية حمارة، يعني كل شيء خلاص، يعني متى بيوقف؟ ما أعرف إيش أسوي. بدرية انقلت مدرسة جديدة عشان بتشوف إذا البنات بيتقبلونها ولا لا. أول يوم دخلت المدرسة على شكل بدرية كنت مرة خايفة، بعدين كان في كم بنت يعني من أول كانوا يعرفون قصتي من الانستغرام، فكانوا مرة طيبين معي وما ما ما كانوا يبغون يحسسوني إيش حسيت بالمدرسة الأولى. دخلت اليوم الثاني ما كان صار شيء، بس كان في بنات كم بنت يعني يطنزون على شنطتي وكذا. باليوم الثالث بس كان في بعد تعليقات مرة ضايق من الناس يعني على نظارتي. بس بعد باليوم الرابع زادت التعليقات. خميس كان مرة شيء غريب، أنا صار قعدت كنت لحالي، كان المرة يزعل إنه في ناس بهذا المكان بس طول الوقت وما يقدرون يتحكمون إيش قاعد يصير. وبالنهاية علمتهم مين أنا. وصدق كان يوم معي إنه سليء لهم. وهدفي من هذه التجربة إني أثبت للبنات إن كلمة واحدة تقدر تغير كل شيء. بدرية كانت بنت يعني تعاني من التنمر، ويعني ما كانت تقدر تكلم أي أحد على يعني مشاكلها وكذا. فيعني أنا كنت أسوي هذا البروجكت عشان أخلي الناس يتكلمون يعني مع المعلمات وكذا. هي قصة سمعتها ولا شفتها يعني قدام عيوني، فكانوا شيء مرة يزعل. كنت أحاول أحطها بشخصية واحدة، وإنه يعني ما كنت أبغى يصير مرة يعني كثير على البنات، لأن كنت خايفة وهم بعد إيش يحسون فيها. فحاولت أخليها يعني من قصص أنا سمعتها، وكان في ناس كثار مرة يساعدوني وكذا الحمد لله. الحملة هذه هي حملة زي ما يعني ما شفتي، هي حملة خاصة بالتنمر. نحاول نلقي الضوء على أهمية الكلمة وكيف الكلمة فعلا ممكن تفرق. زي ما قلنا، أنت ممكن أحد يقول لك شكلك مرة حلو اليوم، يومك كله يتغير. ممكن أحد يقول لك كأن شكلك متغير، ممكن يومك كله يتلخبط. فبنحاول إحنا نوري كيف الطفل ممكن يكون شخصيته تأثر كثير على اللي حوله. وزي ما قلت انه كان في حملات كثيرة بنفس المعنى، ولكن احنا اخترنا ان احنا حملتنا تكون مجسدة لايف بالبدرية طبعا اللي هي سارة. واتمنى ان انتم ان شاء الله باذن الله تكونوا يعني استمتعتوا بهذا، استمتعتوا بالحملة نفسها، يعني لان هي زي ما قلنا هي حملة نوعا ما نوعية. بالنسبة كمدارس نتعامل مع جيل صغير، فنحاول نزرع فيهم السلوك الحسن والقيم الإسلامية الحميدة. من ضمنها هي محاربة ظاهرة التنمر. كثير من الطلاب يعتقد أن كلمة بسيطة ينقلها يضحك على طالب أو يضحك على زميلته، يعتقد أنها من باب التسلية، ولكنها قد تجرح آخر. فمن باب التوعية بهذه الظاهرة التي يجب أن تحارب هي ظاهرة التنمر، مؤسسة الوليد الإنسانية مشكورة تحملت التوعية والبرامج السلوكية اللي تساعد على محاربة التنمر. فكمدارس فضلنا أن تكون مبادرة يجب أن نتبناها حنا كمدارس ونوعي أطفالنا، وإن شاء الله تكون نقطة انطلاقة مع جميع المدارس لأن الكلمة فعلا تفرق.